السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم. معكم زياد هادي الأستاذ في معهد الدراسات الموسيقية العراقي، أستاذ آلة العود والنظريات الموسيقية، وأتمنى تكونون بخير وأشكركم وأشكر تفاعلكم بالفيديوهات والإعجاب والاشتراك بالقناة، وشكرا لآرائكم اللي هي تدعم دائما القناة حتى نقدم أكثر. كانت من ضمن آرائكم كيفية قراءة النوتة والتافا تي في. أخذنا بالجزء الأول المعلومات، الآن راح نبدي بالمعلومات الجديدة اللي هي كيف تقرأها، وكيف أكو الطريقة اللي تختلف عن تافا تي في واللي هي نعتبرها بالعراق واللي درسوها كثير من أساتذة العراقيين المعروفين على صعيد الوطن العربي. طبعا درسوا هذه الطريقة، راح نعطيكم ونشوف أمامكم هذه الصورة. أمامكم تلاحظون الصور، هذه الصورة بعد ما عرفتوا الأنغام وعرفتوا السلم الموسيقي وعرفتوا الدو والري والمي واللي هي الشادو أمامكم بالصورة وبصورة سريعة طبعا للتذكير. الآن راح ندخل دايركت مباشرة ندخل بالعلامات واللي تلاحظون الأشكال الموسيقية على اليسار فوق إلى الأعلى، ثم على اليمين هذا الجدول اللي يبدي بالنوار، وتلاحظون أمامي النوار اللي ينقري دائما باليد واللي دائما في قراءته دائما تلاحظون ضربة اليد اللي هي دائما هي الميزان الحقيقي عندما تعزف أي قطعة موسيقية تعزفها بيديك كميزان حتى تقدر تقرأ. الآن نلاحظ أمامكم أضربها، الانوار راح يكون هاي في العود، راح يكون عندكم كاك كاك بالعود. من تجيك نوتة موسيقية على اي سلم لنفرض صول، فتنعزف عندك انت قلت تاك كميزان، لكن بالريشه ايش تنعزف؟ لنفرض مثلا نفرض فا او نفرض صول، نفرض صول. الان نلاحظ امامكم نفرض صول، هذا صول، فكيف نعزف احنا بالانوار بعد ما ضربناه ضربه واحده تاك، لانه تاك نص تاك، هاي ضربة واحدة، الانوار ضربة واحدة. فايش راح يصير عندك بالعود؟ لنفرض هذا صول الريشة، الانوار ايش قد؟ احنا نعرف الروند 16 ريشة بالعود، ثم البلانش 8، ثم الانوار 4. اذا ايش يصير عندك؟ اجاك مثلا صول، فانت ايش تسوي؟ 1 2 3 4 انتهى الموضوع، عزفت. هاي قريت نوطة، هذا جاك من نوطة مثلا صول، صول مثلا على الخط الثاني جاك صول انوار بالنوتة الموسيقية رسم، انتهى الموضوع. قريت بالميزان الموسيقي باليد يقري تاك، هذا رقم واحد. ننتقل للصورة ونلاحظ الثاني اللي هو كروشات، يعني كروش بكروش كروش بكروش كروش بكروش، راح يصير عندك تا تا. إذن احنا عندنا الكروشات بعد ما عرفنا انوار 4، الكروش الواحد ضربه، الكروشين راح يصير عندك ضربتين منتصفه. اذا اني امامكم بالعود هذا صول، اجاك مثلا صول صول، كروشات اثنين صول صول، راح تنقري عندك، راح نطبق انوار بكروشات اثنين، فيصير عندك الموضوع. قريت نقطة هسه انت في البداية، يعني اول واحد صار عندك الانوار تاك، الكروشة صار عندك تك تك، انقرأ عندك، انتهى الموضوع. انه الانوار يكون تاك، سجلها يمك، الكروشات تصير عندك تك تك. ننتقل الى الصورة الى العلامة الثانية، العلامة الثانية هي دبل كروش اللي راح تصير عندكم. طبعا دبل كروش راح تصير عندكم، احنا طبعا عندنا بالعود عندنا ريشة 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 ريشة، يعني أربع ريش. بس شلون راح تكون عندك؟ تكون عندك تنقري تيكي تيكي. لنفرض إنه دبل كروش إجاك مثلا نقول مي فا صول، مي فا صول دبل كروش، دبل كروش إجاك راح يصير عندك تيكي تيكي
تيكي تيكي كضربة يد. إذن راح تصير عندك بالريشة، راح تصير عندك مي فاصل يعني يختلف على النوار، النوار والكروش، يعني الكروش بكروش ينقر عندك دبل كروش، اولا لان اربع نغمات وثانيا يكون اسرع. ننتقل للعلامة الاخرى اللي هي كروش بدبل كروش اللي يصير تك تيكي تك تيكي تك تيكي. إذا يصير عندك ضربة بضربة سريعة، فيصير عندك يعني مي فا صل مي فا صل، بس تصير فا صل يصير أسرع، فيصير عندك هذا التاء عندك اللي كروش بدبل كروش. ننتقل إلى صورة ونلاحظ أمامنا الانوار أخذناه، الآن التريولة، التريولة تجيك مثلا فا فا فا، نلاحظ على السلم، فش نسوي؟ أو يجيك مثلا مي فا صول، يصير تا تا تا، يصير عندك تا تا تا، واضح؟ تا تا تا، تصير بطيئة، يعني يصير لك يعني مثلا اكو قطعه موسيقى سر، هاي تريولة، سويت تريولات اثنين، يعني تا 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 تا، يعني علامتين اذا جبتني بالنوطه يصير لك طبعا انا اريد ابين تريوله وين لكم. ننتقل للصورة أمامكم، نلاحظ تي تك تي تي تك تي تي تك تي تي تك تي، فيصير عندك هنا سرعة، راح يصير عندك مثلا نقول مي فاصل، يصير عندك ننتقل الى العلامه الاخرى اللي هي دبل كروش بكروش، فراح تصير عندنا العلامه راح تصير عندنا تيكي تك تيكي تك، بالعود راح تصير عندك بطيئه لكن هي الاساس صحيح، انفصال انفصال تيكي تك تيكي تك تيكي تك تيكي تك، بس هي الأصح تنقري تيكي تك تيكي تك. هذه العلامة الأخيرة تشوفوها أمامكم، تلاحظوها أمامكم، وعلى اليسار تشوفون أكو جدول اللي هو باللغة المصرية، طبعا كاتبين كثير من المصادر طافا تي في أو هذا الشيء، لكن أنا أقرأ لكم إياها من جديد. أولا نوار تاك، أعيد لكم إياه تاك، هذا نوار، الكروش تك تك، والدبل كروش تيكي تيكي، وكروش دبل كروش تك تيكي، ودبل كروش بي كروش تيكي تك، وامامكم دبل كروش بكروش دبل كروش تي تك تي، واخر وحده اللي هي ثريوله او تريوله تت 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 تت،
وإن شاء الله أتمنى إنه طبعا هذا التمرين الأخير تقدرون تتمرنون عليه ويكون كتمرين، اللي هو مثلا أمامكم تلاحظوا اللي هو مثلا التمرين الأول اللي هو دو، هو دو تلاحظون أمامكم هذا التمرين الآن أمامي اللي هو مثلا دو، فيصير عندك دو ري مي أمامكم هذا التمرين دو ري مي، فيصير عندك دو ري مي بآلة العود. راح يكون هذا التمرين راح يكون عندكم كالطريقة، يعني هو دو فيصير عندك نقدر اكو كثير من الاخوان من تجي قطع موسيقي راح تكون سرعه، لكن كميزان يصير عندك تحياتكم، واتمنى انه استفاديتوا من هذا الفيديو، وأي سؤال أنا حاضر، ودائما تنقول الأشياء المهمة في صندوق الوصف واللي موجود في الأسفل، ولا تنسون الاشتراك والإعجاب بقناتي، وأيضا شاركون فيديوهاتي لأكثر من مكان. وتحياتي لكم وشكرا ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.